مشاهدينا بدي احييكم مع الحلقة عبر الام تي في. نحن كلنا عم نتابع طبعا الخطه الوطنيه لتنظيف مجرى نهر الليطاني يلي بيوصل الى الجنوب، يعني قديه بمر بمناطق باراضي يمكن ما كنا نعرفها، بس لما تابعنا الخطه صرنا نعرف كثير من المناطق ونقول انه شو هالنهر العظيم يلي اليوم قبل بكره مفروض انه تكتمل هالخطه، يكون نهر نظيف صالح للمياه الشفة ولكن أيضا صالح للزراعة. وبعرف في كتير من المزارعين اليوم ما عم بيقدروا يسقوا منه بطلب من الإدارة، لأنه اليوم الموضوع والخطة اللي بدأت بآب 2018 فعليا بعدها مستمرة، وبالتالي لأنه هيدا حفاظا على الإنتاج الوطني وحفاظا كمان على سمعة لبنان. أهلا وسهلا فيك رئيس مجلس إدارة المدير العام للمصلحة الوطنية نهر الليطاني دكتور سامي علوية. شكرا لك وشكرا لدعمك المستمر ومتابعتك المستمرة معنا. يعني دكتور الدعم هو دعم أولا كمواطنة حريصة على كل ثرواتنا الوطنية، وخصوصا هالجدية بالتعاطي مع هذا الملف من وقت ما حضرتك كمان استلمت هذه الخطة اليوم يلي رح يصير لسنة بعد ما صار لسنة، ولكن قديش كمان كانت مش نموذج، كانت عدوى يمكن فتحت العين لمناطق تانية على أمور يمكن ما كانوا يعرفوا فيها بهالمحطة وبهالنشاط المتواصل اللي عم تودع فيه الرأي العام ساعة بساعة ويوم ويوم 24-24 عم بتحفز بقية المناطق إنه على إن شاء الله يكون عندها نفس الحماس. اليوم من سنة لهلأ دكتور علوية بتعتقد إنه مر قسم كبير من الموضوع لبعدنا قصنا أكتر بعد من الجهد؟ الحقيقة بالنسبة للشق الأول، يعني بالنسبة لنا إدارة قطاع المياه والحماية على حماية الموارد المائية هي منا شغلة جديدة بلبنان، ولكن هي شغلة مفقودة من تاريخ الاستقلال 100% في زمن لبنان الكبير وفي زمن الاحتلالات العثمانية وما قبلها. كانت الأنهار تاخد حيز مهم لدى تلك الجهات، وكان يتم تنظيم رعي المواشي بوجه ونبا والري منها والمحافظة عليها وتنظيمها وتحديدها. يوم تخيل نهر الليطاني التي خيضت حروب على لبنان لأجله، لطوله 170 كيلومتر، اللي فيه كمية مياه 750 مليون متر مكعب مي، مليارات الدولارات يعني، هذا النهر اللي فيه أملاك نهرية بملايين الأمتار، ليس هناك منذ استقلال الدولة اللبنانية شيء اسمه تحديد الأملاك النهرية. يعني الدولة اللبنانية اليوم لا تعرف الأملاك النهرية في حوض نهر الليطاني أو في نهر الليطاني، بأنهار أخرى موجودة بس ولكن بنهر الليطاني والنهار الأساسية منا موجودة. السبب لا تتحمل مسؤولية هذه الوزارة أو تلك، السبب تتحمله هي ذهنية موجودة عنا أن الملك العام هو مشاع. كلمة مشاع هي التي شجعت الناس على اعتبار أن هذا الملك العام لازم ندعسه، لازم نستولي عليه، لازم نستصغره، ولازم نتطاول عليه. ولكن قديش حلو يعني مثلا هالصورة اللي عم نشوفها هلأ ونقول هيدي بلبنان، هيدا نهر الليطاني، ليك شو هالجمال. يعني قدي نحن اليوم عم نسيء للبيئة بالضبط، وقديش كمان حذرت بالشتاء أنه الناس يلي قد ما شافت انشدت، يعني صارت بدها تعمل بالشخطورة وبدها تعمل بيكنيك حولها، يعني قديش جذبت، وهيدا بعد ما خلصت الحملة بالضبط. الحقيقة نحن فيما يتعلق بالحملة، أنا ما بسميها حملة، أنا بسميها هو دور المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي أن تحافظ على نهر الليطاني وعلى الموارد المائية، لأنه هذه المصلحة يجب أن تتولى حسب وجهة نظرنا يجب أن تتولى مهام شرطة المياه في حوض نهر الليطاني، بمعنى هي أن تراقب التعديات على كل الموارد المائية، وهي أن تقوم بردع التعديات على كل الموارد المائية، وهي التي يجب أن تتابع تنفيذ القوانين التي تتصل بقطاع المياه لحمايتها وليس استثمارها في حوض نهر الليطاني. هذا هو نحن دورنا. بذات الوقت
نحن اليوم عم تسأليني شو بتتوقعوا من هذه الحملة؟ يعني اليوم حركتوا دكتور علوية البلديات، نعم. حركتوا المحافظين، حركتوا كمان الأمم المتحدة يلي معنية بشؤون النازحين، لأنه هيدي دخلت على الخط يعني، نعم. وكانت تأثيرها، حركتوا اليوم من الرأي العام كمان، المدعي العام المالي الرئيس علي إبراهيم يعني كمان اليوم قديش عمل من استنابات، يعني هل هالمخالفات عم بتقل؟ هل عم بيكون في تجاوب معكم او لا؟ الحقيقه ستنا نحن اليوم على مستوى هل هناك مخالفات جديده ترتكب منذ سنه الى الان؟ نادر. نادر. المخالفات الموجوده قبل ممارسه او استعاده الدور تبعنا اليوم فينا نقول انه بلشنا نقوم بانجاز لجهه احصاء بعضها، بانجاز اخر لجهه ردع بعضها، وبإنجاز آخر لجهة الحد من أضرار بعضها. بس ولكن نحن اليوم المطلوب أنه نحن اليوم ما تكون شغلتنا فقط كمؤسسة تابعة للدولة أنه نراقب المواطنين. صحيح. نحن المواطنين فينا واجباتنا نتابع معهم. بس هذه واجبات البلديات، نعم. والصناعيين والشركات والمؤسسات. وأيضا هل بتتصوري بمكان أنه نحن كمؤسسة عامة بده يكون دورنا نراقب الدولة، نرفع تعديات الدولة عن الموارد المائية؟ فهذا المطلوب، أن نكف أيدينا كجهات رسمية أيضا عن استباحة بيئة لبنان وعن استباحة الأنهار وعن استباحة حوض نهر الليطاني ونهر الليطاني ومياهه. فبالتالي نحن اليوم كمصلحة نقوم بواجباتنا، ولكن ما هو مطلوب أيضا من الآخرين أنه يمدوا إيدهم لإلنا، يساعدونا، يصوبوا عملنا ببعض الأحيان إذا غلطنا. بس ولكن بذات الوقت مطلوب أنه هني ما تكون شركاء جهات رسمية شركاء بالتعدي. صحيح. على الملك العام وهي واجباتها. لأنه لما يتابع يوميا معكم بلاحظ أنه المخالفات مرات من جهات رسمية ومؤسسات رسمية، مش بس مؤسسات خاصة أو نازحين، نعم. أو غيره، نعم. بعدين يمكن أنا اللي من خلال متابعتي اليومية معك دكتور سامي بلاقي أنه الصرف الصحي هي مشكلة المشاكل. نعم مزبوط. يمكن هيدي اللي بدنا نضوي عليها أكتر من غيرها. الفكرة وين؟ الفكرة أنه نحن بلبنان لا توجد لدينا ثقافة إدارة قطاع الصرف الصحي. مؤسسات المياه التي أنشئت ابتداء من العام 2000 بموجب قانون تنظيم قطاع المياه هي أنشئت اسمها مؤسسات المياه والصرف الصحي، إلى 19 سنة بتشتغل مي وما بتشتغل صرف صحي، مع أنه بالتعرفة عم ياخدوا من المواطن صرف صحي، تعرفة صرف صحي. بذات الوقت بالأورغاني جرام تبعهم ما في ولا موظف مختص بالصرف الصحي، صحي. بالهيكلية. فهن ماليا منهم قادرين يشغلوا محطة التكرير، فنيا منهم قادرين يديروا محطة التكرير، وإداريا منهم قادرين يسيطروا على القطاع. فبالتالي نحن هناك فراغ. كيف نحن بنمرق بلبنان بحالات من الفراغ الصعبة؟ نحن في عنا فراغ مستمر ومزمن، هو الفراغ في قطاع الصرف الصحي. مشان هيك مجريرنا بالبحر وبالنهر وعلى الطريق وبالأراضي المكشوفة وبالبساتين. فبالتالي نحن اليوم لبنان يعني ما فينا نقول في منطقة أحسن من منطقة. وما في شك أن الطريقة التي بدأنا بها مستمرين فيها في الدولة اللبنانية أنه شو بيصير؟ بدنا نعمل مشروع صرف صحي، يتم تنفيذ الشبكات قبل المحطات، بتغرق الدنيا بالصرف الصحي، ثم يتم تنفيذ المحطات بتكون استهلكت الشبكات ترجع بتغرق الدنيا، او بنجيب محطات صيانتها مكلفه ما بنمشيها، بالضبط، محطات صيانتها، او بنوعد بمحطات ما حدا قبلنا يحط محطه عنده، واكثر من هيك يتم تشغيلها من قبل مجلس الماء والاعمار لمده 3 سنوات، وما في شك انه بكلفه باهظه لا احد يستلمها وتصبح بركي للمجرير. وهيدي المشكله. فبالتالي هيدي هي المشكله. المطلوب هو ان يكون هناك قطاع الصرف الصحي. اجت فرصه قانون المياه. قانون المياه كفرصه اجت لاداره قطاع الصرف الصحي، لم يطبق هذا القانون بالفعل، ويخشى ان تطبيقه من شانه انه يرتب تعريفات عاليه على المواطنين. فبالتالي بعد الحال دكتور شفناها بمؤسسه مياه الجنوب لما زادوا للصرف الصحي 50,000، اجتمعت فعاليات المدينه وقالت غير مبرره حاليا، خففوها على المناضل، جمدوها. على كل حال بعد الفاصل رح نحكي بعد اكثر عن المصلحه الوطنيه لنهر الريطاني. شكرا. من
نتابع مع دكتور سامي علوي الحل عنا عبر الام تي في. دكتور سامي، حكينا يعني اللي بيتابع كمان كان كتير مهم اثناء فصل الشتاء، وبعدكم لليوم عم تعطوا قديش كميات المي. نعم. يلي عم والحمد لله كانت سنه غزيره. نعم. كنتوا دوريا عم بتقولوا قديه عم بتطلعوا مي، قديه عم بتوزعوا مي، قديش مهمه كمان للمواطن اللبناني حافظ على كل نقطه مي. الحقيقه نحن بنقول للناس قديه عم ننتج كهرباء من المي وعم نعمل مي. مزبوط. فبالتالي مهم جدا للمحافظه على المياه، وهيدا مسؤولية مؤسسات المياه ووزارة الطاقة والمياه وحتى وزارة التربية بالتوعية، مش بس على ترشيد استهلاك المياه، لأنه اليوم بمحل من المحلات إذا بدنا نحكي للمواطن ترشيد استهلاك المياه بيتمسخر علينا، لأنه المي مش موجودة ليرشد استهلاكها. بالأول أنا برأيي مهم قبل ما نوعي المواطن يجب توعية الجهات الرسمية على كيفية استثمار وإدارة قطاع المياه. يعني قديش سنة وفرتوا على كهرباء لبنان طاقة على المي؟ بالضبط. نحن الحقيقة عم ننتج حوالي بكميات هائلة بتوصل لملايين الكيلووات ساعة. أنا اللي بهمني نعطي هالمقارنة. إذا أنا بدي أقول لك إنه نحن بننتج الكيلووات ساعة بنبيعه لكهرباء لبنان ب 60 ليرة. أوكي؟ كهرباء لبنان تستطيع من مصادر أخرى، بل بالفعل عم تحصل عليه من مصادر أخرى بحوالي 10 سنت. فشوفي الفرق بين 0.4 وال 10 سنت. فبالتالي نحن بمحل من المحلات عم نوفر على الدولة اللبنانية بشهر واحد 30 مليار ليرة بدل طاقة. فرق سعر الطاقة بحسب كميات المياه. فبالتالي الطاقة المنتجة من خلال معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي طاقة ليس فقط نظيفة وليس فقط متجددة، وإنما طاقة رخيصة من شأنها أن تحقق وفر للخزينة العامة وتخفف من العجز في قطاع الطاقة. أكثر من هيك، معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي معامل دائما المحافظة عليها موجودة، صيانتها دائما بالتعاون مع شركة كهرباء فرنسا، في عنا صيانة مستمرة وهي دائما متجددة للحفاظ على أكبر قدرة إنتاجية لتلك المعامل. اليوم نحن عم نحكي عن قرى تستفيد مباشرة من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالبقاع الغربي بجزين وبإقفيليم التفاح، تستفيد من تغطية 22 على 24 لما بكون في إدارة. وكذلك ستنا نحن بنعطي على خطوط إلى محطات إلى عبر خط الجمهور وبيت الدين وصيدا ومرج عيون وتبنين والسلطانية. فبالتالي عم نعطي نحن إلى مختلف المناطق اللبنانية كل ما هنالك نعرف أنه كميات الطاقة اللي بحاجتها قطاع الكهرباء في لبنان كبيرة جدا. نحن عم نساهم، بس ولكن عم نساهم بطاقة نظيفة وبطاقة رخيصة وتخفف عن عم نستفيد بشكل جيد من ثروة وطنية. نعم. يعني هيدي ثروة بتكلفنا إلا من فقط حسن إدارة لا أكثر من ولا ناحية أقل. تانية من ناحية تانية نحن عم نأمن إلى المزارعين في الجنوب اللبناني في سواء بمشروع ري صيدا جزين وسواء بمشروع ري الأسمية راس العين مياه للري بأسعار زهيدة جدا. نحن رفعنا تعرفة المي، بس نحن رجعنا تريسنا بتطبيقها. تعرفي ليه؟ لأن وضع المزارعين كان في عندهم مشكلة بالتصدير القطاع الزراعي وكان في تعديات على مشاريع الري. فنحن نوع من الشراكة مع المواطن والمزارع، ما سمحنا لنفسنا أنه نطبق قرار زيادة التعرفة قبل ما نحن نسمح لحالنا أنه نبيعوا مي نظيفة. فبالتالي نحن ما فينا نكون المواطن ننظر إليه نظرة الاستغلال. المواطن نحن وجودنا لخدمته بغض النظر، وهذه المؤسسات العامة غلطان اللي مفكر انه هي شغلتها تربح، مش شغلتها تربح. قديش الاتفاق مؤخرا مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وانا بحيي رئيس مجلس ادارة مديرة دكتور ميشيل فريم، قديش كملت اذا بدي اقول عملكم كمصلحة نهر الليطاني؟ قديش كان مهم هالاتفاق التعاون هيدا مع غيرهم كمان بالزبط. يعني الحقيقة مثل ما قلتي نحن سبقوا اتفاق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وسبقوا اتفاق مع الجامعة اللبنانية مكتب الدواء والغذاء، ثم توج بالاتفاق مع مصلحة الأبحاث الزراعية. نحن اليوم عم نحاول نلجأ إلى المؤسسات العامة اللي بتشبهنا ومنشبهها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
حتى ما ندخل بعالم وهذه الاستراتيجية السليمة بالضبط هذه يعني. هي فبالتالي احنا حتى ما ندخل بعالم المقاولين والمتعاهدين والسماسرة مدام الدولة قادرة وهي مؤسسة بالضبط فنحن بندعم بعض بنتشارك مع بعض بنتشارك بالرؤية بنتشارك بالأهداف وخاصة مع الأبحاث الزراعية نحن اليوم نحن وياهم كثير بنلتقي لأنه نحن عندنا مصلحة اسمها التجهيز الريفي تستفيد منهم كتير وهن بيستفيدوا مننا بمجالات السروي المائية بيستفيد منهم بمعطيات الأحوال الجوية بيستفيدوا مننا أيضا بمعطيات نوعية المياه محل ما بناخد عينات وغيرها في حوض نهر الليطاني وهلأ حاليا في اتفاقات جديدة عم بتحضروا مستقبلا نحن نحن كمان الحقيقة هلأ في عنا يوم الأربعاء في عنا اتفاقية رح نوقعها مع الصندوق الأوروبي اللي هو بموجب اتفاقية قرض مع مجلس المياه والإعمار في شق منه لمصلحة الليطانة سنعلن عنه ونحن رح نعلن بوقتها أنه هذا المبلغ هو مخصص لمصلحة الليطاني هو منه كتير كبير من أصل القرض وسنطالب من المجتمع المدني وكل الجمعيات أنه يجوا يراقبوا كيف هالقرض عم ينصرف بأي وجهة نظر ليكون على القليل شفاف مع أنه بالشق اللي نحن بيعنينا اللي هو منه كتير كبير المبلغ الشق الآخر هو مع مجلس المياه والإعمار وغيرها من الجهات المعنية الشق تبعنا نحن من نطلبكم أنتم كإعلاميين تراقبوا أصلاً صار عندك عملت نادي أصدقاء الإعلاميين لي وأنا بحييهم للإعلاميين الزملاء والزميلات يلي على تواصل دايم معك لأنه شركتنا بطريقة أو بأخرى بعملكم اليومي وهي شغلة مهمة كانت الحقيقة هي إدارة قطاعات المياه وكل القطاعات الخدماتية تقوم على مبدأ الشراكة صحيح. مع المجتمع المدني أهم 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 شريحة من المجتمع المدني هي الإعلام صحيح. الإعلام هو المجتمع المدني بالنسبة لنا دكتور طبعا نحن برنامجنا الحل عنا وهذا حل من الحلول أنه اليوم تعيدوا النظر بكل 170 كيلومتر مجرى النهر اليوم بتحب توجه لحدا يعني من خلال هالخبرة من وقت ما بدأته نعم. لليوم في شيء بتحب تقوله للناس للمؤسسات للمخالفين نعم. للناس اللي عم تلتزم اليوم ستنا الحقيقة أنا بدي قبل ما توجه بـ 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 بكلمة أنا بتوجه بـ برسالة نعم. بتأكد على وجوب الإيمان بأن الأملاك العمومية ومن ضمنها قطاع المياه هي مسؤولية لدى الدولة اللبنانية وزارة المالية معنية وزارة الأشغال معنية وزارة الطاقة معنية وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية كمان معنيين هذه الثروة التي تهدر كل يوم هذه الثروة تخاض حروب لأجلها ونحن عم نهدرها بالمجرير وعم نهدرها بالصرف الصحي وعم نهدرها بالتعديات وعم تنعكس سلبا على الغذاء وعلى بذات الوقت وعلى من يظن أن حماية الصناعة هي بالقضاء على الثروة المائية فهو مخطئ ومن يظن أنه يمكن حماية العمران والتنظيم المدني من خلال توزيع رخص البناء الغير القانونية فهو مخطئ ومن يظن أنه يمكن تأمين المياه من خلال الآبار العشوائية هو مخطئ ما في حل إلا التنظيم والأنوار يعني الأسبوع الماضي محافظ عكار بلش ينذر بخصوص النازحين أنه يلي يعني حتى ما يصير مثل ما صار بالضبط على مجرى عندكم بالليطاني نعم. أنا دكتور سامي علوية بدي حييك وبدي حي وأشكرك كمان وأشكر كل العاملين معك يلي ما عندهم عيد ولا عندهم نهار دايما على الأرض وأنا بدي أتمنى يكون في تجاوب دايما مع هذه الخطة الوطنية لأنه بتنعكس إيجابا على كل شيء على غذائنا وعلى ثروتنا وعلى سمعة لبنان وهيدا عمل المؤسسات الصحيح شكرا لحضورك شكرا معنا مشاهدينا بعطيكم موعد دايما عبر الـ MTV الحل عنا إلى اللقاء